السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فقه الثورة، يقول عليه الصلاة والسلام: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". فقه الاستطاعة، كثيرا ما سمعنا عن هذا الفقه، فما معناه؟ وهل تطبق الجماعات الإسلامية هذا الفقه؟ احيانا الا يتخذ هذا الفقه ذريعه للتهرب وللتاخير تطبيق الشريعه الاسلاميه؟ هذه الاسئله وغيرها يسرنا ان نستضيف فيها فضيله الدكتور ابراهيم عبد الله السلقيني دكتوراه في الفقه الاجتماعي، مرحبا بكم فضيله حيا الدكتور. حياكم الله، الله يجزيكم الخير. الله يبارك فيكم. في بدايه الحلقه فضيله الدكتور حبذا ان تشرحوا لنا ما المقصود بفقه الاستطاعه. فقه الاستطاعه اصله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم آه وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرت اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم م. والحديث الذي تفضلتم به في المقدمه في المقدمه آه من راى منكم منكرا فليغيروا بيده آه هذا الشيء الإمكان كل أنواع الإمكان سواء الجسدية أو الذهنية أو غيرها هذا هو عدم وجود الإمكان إذا أنا لا أكون آثما في عدم فعل هذا الواجب المستحق علي آه هذا هو فقط الاستطاعة باختصار آه تاريخه يبدا من بدايه التشريع عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه الاحزاب وقال للصحابه رضي الله عنهم لا تصلين احدكم العصر الا في بني قريظه فبعضهم آه لم يصلي الا في بني قريظه بعد ان فات وقتها مم. وبعضهم قال لم ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا فصلى مخففا يعني سريعا ثم لحق بركب المسلمين والمقصود قالوا هو الإسراع آه هذا يعني الفريق الأول أخذ بظاهر الحديث نعم. لم يصلي إلا في بنى قريظة نعم. وقد فات الوقت الثاني قال مقصود, مقصود هو السرع. الحديث كذا مقصوده السرعة هذا يفهم منه مم. أن عدم الإمكان ليس فقط الإمكان الجسدي والبدني أيضا الإمكان الذهني مم. أنا ذهني أداني إلى هذا إذا أنا فعلت هذا وكنت حريصا على فعله إذا أديت مقصود الشارع ولم ي... لم يوافق لم ولو لم يوافق مقصود النص مم. جميل. وفي هذه الحالة أنا لم أكن مستطيع أو ذهني لم يؤديني لفهم النص كما أراد مئة بالمئة لكن هذا وجد فيه الاجتهاد ووجد فيه السعي والعمل والحرص على التزام بمضمون النص مم. نعم ولا يخالفه ويقول انا لا استطيع لانه يريد ان يتهرب. نعم. نعم. سيدي هل فقه الاستطاعه خاص بالعبادات ام انه يشمل كل مسائل الفقهيه وكل شؤون الحياه؟ فقه الاستطاعه يشمل كل شؤون الحياه وكل المسائل الفقهيه. نعم. ففي العبادات مثلا الذي لا يستطيع القيام يمكنه ان يصلي قاعدا. نعم. أه لم يستطع ان يستر كامل عورته يستر ما استطاع منها. نعم. إذا قلت الملابس يستر فقط السوأتين يستر فقط السوأتين وتصح صلاته. آه في باب الجهاد الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا آه فإذا كان عدد العدو يفوق الضعف يجوز الانسحاب ولا يكون من التولي من الزحف فهناك استطاعة هذه الاستطاعة أيضا تحددها ضوابط الشرع م -م. فليس كل إنسان يشطح على مزاجه في موضوع الاستطاعة لا أستطيع لا ما أستطيع م -م. لا يوجد أيضا فيها آه ضوابط حتى في تطبيق الأحكام الشرعية في تطبيق الأحكام الشرعية عندما نريد أن نطبق الأحكام الشرعية في مجتمع من المجتمعات آه يجب أن نتدرج في التطبيق لا أقول أن نتدرج في, آه في الحكم الشرعي الحكم الشرعي ثابت لا يتغير فقط نتدرج في آلية التطبيق في هذا المجتمع حتى لا ينفع يعني الناس الدين اكتمل منها. لكن التدرج تماماً بالتطبيق تدرج بالتطبيق حتى يتقبل الناس هذا التشريع ويتقبل هذا يتقبل هذا الدين ويصبح راسخا في قلوبهم وليس فقط في أذهانهم وعقولهم نعم يعني بمناسبة الحديث عن تطبيق الشريعة ألا يعد الحاكم الذي لا يطبق شرع الله كافراً؟ إذا كان غير قادر على التطبيق لا نستطيع أن نقول أنه. كفر. الآية القرآنية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويوجد الفاسقون مه. أليس كذلك؟ مه. ويوجد الظالمون. مه. فلماذا نأخذ فقط الكافرون؟ ليست المسألة بالتشريع يعني عادة الإنسان يأخذ بالأشد. <applause> هو هكذا هذه مشكلتنا. آه، الأحكام ثابتة لا تتغير، الواجب واجب والمباح مباح والحرام حرام. مه. وهذا الإنسان عندما دخل في هذه السلطة لكي يغير الأحكام والتشريعات باتجاه تشريع الله سبحانه وتعالى مم. لا نقول له أنك كافر لأنك لم تستطع أن تغير هذه الأحكام مم. الأدلة على ذلك كثيرة آه النجاشي نعم. كان في دولة كلها نصارى وبوذيون وثنيون مم. وكانت البطانة عنده والحكومة كلها نصارى مم. وكان هو مسلما ولم يكن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى وكان ذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وبقيت هذه الدولة نصرانية وثنية إلى زماننا هذا هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي؟ لا بل مدحه صلى عليه ودعا له لماذا لانه كان يحاول ان يغير ويعدل ويصلح الفساد السابق درء المفاسد مقدم على جلب المصالح اما ان اضع لهم الاحكام الشرعيه كامله فوق رؤوس الناس فينفرون منها ويتركونها ولا استطيع ان احكم شيئا من شرع الله سبحانه وتعالى او اضع لهم مثل العلاج والدواء قطره قطره وهذا الذي استطيعه حتى لا ينفر الناس من دين الله حتى يصبح هذا العلاج تاما في كل المجتمع فيتقبلونه ويطلبونه بأنفسهم. اظن بحادثه مع سيدنا عمر بن عبد العزيز ولده جاء متحمسا يعني يريد ان يطبق كل الشريعه فوالده قال اخشى ان احمل الناس على الشرع كله فيتركوه كله. ايضا مؤمن ال فرعون. هذا الإنسان الذي يتعرض إلى عذاب نفسي في داخل بيئة فاسدة كان يحكمها فراعنة في قرن من الزمان وليس هدفه في البقاء أن يحمي مصالحه ويستطيع أن يأخذ أموال من من فرعون ويذهب إلى أي بقعة في العالم ويعيش ملكا مه. يعيش زعيما مه. كلنا أن نستطيع أن نذهب إلى أوروبا ونعيش ملوك هناك مه. نأخذ رواتب عالية لأننا أصحاب كفاءات عالية مه. لكن لماذا نتحمل هذا العذاب مه. لكي نصلح بلادنا ولا نهرب من مواجهة الواقع أه أيضا قلت لك مؤمن آل فرعون هل نستطيع أن نقول مثلا مؤمن آل فرعون كافر لانه قبل بحكم بالحكم بغير شريعه الله سبحانه وتعالى وهم موجود هناك ايضا النجاشي مم. والبعوث المسلمين الجدد كانت تصل من الحبشه الى الرسول صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ بسبب وجوده هو هناك مم. ما لا يدرك كله لا يترك كله مم. او في عباره اخرى لا يترك جله مم. مم. نعم. سيدي احيانا بعض العلماء يعني هو في نفسه من اهل الورع من اهل التقوى فلا يفتي إلا بالورع والتقوى والأحوط يحتاط لدين الناس فهل ترون أن هذا هذه هي الحكمة أم أن, أن التيسير هو الأولى وبالجانب الآخر أيضا هناك من ييسر وييسر لدرجة أن الدين أصبح مائعا عنده فما ترون يعني الاتجاه <applause> الأصوب نحن بين اتجاهين متعاكسين وللاسف <applause> الاتجاه الأول هو التفريط بإباحة المحرمات، مم. تمام؟ خشية على دين الناس، مم. تمام؟ وهذا لا يدخل في فق الاستطاعة، آه فقد بينا أن فقه الاستطاع يكون بالتطبيق مم. ولا يكون بتغيير الأحكام. يعني عندما نقول أن القيام واجب في الصلاة، مم. إذن يبقى القيام واجبا في الصلاة. مم. لا نقول أنا لا أستطيع أن أقوم إذا أصبح مستحبا أو مباحا. أو مكروها، لا الحكم الشرعي لا يتغير يبقى القيام فرض تمام لكن هي... يجوز الصلاة جالسا لك حالة طارئة خاصة، وضع طارئ متعلق بك مم. لكن الحكم لا يتغير مم. الاتجاه الآخر هو اتجاه ثاني هو اه إفراط في اه يعني الإفراط في اه تحريم الحلال مم. ويقول أخذا بالأحوط كلمة الأحوط هي ناحية ورع وتقوى تتعلق بك كشخص في التطبيق مم. يعني أنا حنفي أه لا أرى أن قراءة الفاتحة خلف الإمام واجبة ومع ذلك عندما يسكت الإمام أقرأ الفاتحة بناء على الأحوط م. تمام لكن عندما يأتي إنسان ويستفتيني ماذا أفتي به؟ أفتي بما أعتقد لأن هذا الشرع غير قابل للتبديل والتغيير الشرع لا يتغير، الحكم الفقهي لا يتغير، م. يبقى كما هو لكن أنا أفعل ما هو أحوط تقوى وورعا لكن لا أبدل حكم الله سبحانه وتعالى احوط وتقوى وورعا في هذه الحاله اذا فعلنا ذلك تصبح كل احكام الشريعه حرام لا يبقى فيها شيء مباح ابدا احوط 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 هذا حرام 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 لا يبقى عندي شيء حلال يصبح كل شيء حرام صحيح اليس كذلك نعم سيدي بمناسبه حديثكم عن فقه التيسير ما الفرق بين فقه التيسير ونسمعه كثيرا في هذه الايام وبين فقه الاستطاعه أخي فقه التيسير يتعلق باختيار الأيسر بين مباحين. أو مباح ومكروه، أو مباح ومستحب، أو مباح أه مباح ومباح أو مباح ومستحب، أو مباح ومكروه. أو نعم. أما فقه الاستطاعة فهو يتعلق بعدم تطبيق الواجب أو جزء منه. نعم. يتعلق فقط بالواجب. مم. الامر الثاني ان فقه التيسير هو يختار وهو يستطيع ان يفعل هذا وهذا وهذا مم. تمام اما في فقه الاستطاعه هو لا يستطيع ان يفعل ابدا. مم. هو مم. لا يستطيع ان يفعل مم. هناك يستطيع فهو يختار مم. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم آه، الذي روته ام المؤمنين عائشه ما خيّر النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما هنا لا يستطيع الاختيار لانه لا يستطيع آه، فقه التيسير في ما لا اثم فيه مم. كما قلت مباح مكروه مستحب مم. وهذا واضح في حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها مم. اما فقه الاستطاعه فياثم تاركه آه آه يعني في الوضع الطبيعي يأثم تاركه مم. الوضع الطبيعي تارك آه الواجب يأثم مم. لكن في هذه الحالة لا يأثم هو فقط أما الباقي آه مختلف أما في فقه التيسير كله مباح آه فقه التيسير يكون في وضع طبيعي أما فقه الاستطاعة فهو في حالات طارئة مم. وليس في الوضع الطبيعي مم. ففقه التيسير مختلف تماما عن فقه الاستطاعة جزاكم الله خيرا نأخذ فاصل ثم نتابع هذا الحوار الشيء. حياكم الله أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا لمتابعة هذا الحوار أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور ابراهيم عبد الله السلقيني حول موضوع فقه الاستطاعة فضيل الدكتور قبل الفاصل يعني كنا نتكلم عن فقه التيسير والفرق بينه وبين فقه الاستطاعة وبينتم جزاكم الله خيرا سيدي بعض الجماعات الإسلامية يعني مع الأسف يعني تتكلم عن فتح روما وعن تتكلم عن حرب العالم وتريد أن تفتح الدنيا وتعيد الخلافة الإسلامية وهي غير آمنة على أنفسها أصلا مكان وجودها فهل هذا يتطابق مع فقه الاستطاعة؟ فعلهم هذا يتنافى مع كل انواع العقل والفهم والحكمه وحتى النصوص الشرعيه والتشريع. يوجد فيه كثير من المخالفات. اولا هذا تكبر وتغطرس. فيقيننا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفتح روما اذا ستفتح روما، لكن انا اعتقد ان هذا الامر سيحصل بي انا وهذا لم يعتقده محمد الفاتح ولم يعتقده كان يحاول ان يتحقق فيه. وحاول ابو ايوب الانصاري ان يتحقق فيه. تمام لكن لم يعتقد انه هو سيكون الا يكون بعد ان كان نعم. حقيقه نعم. نعم ربما يكون الفتح يعني ليس بالحروب ربما تفتح يعني بالدعوه بانتشار الاسلام فيها باعلان الاسلام باقامه الحكومه اي ايا كان لكن انا اعتقد تحقق هذا الوعد النبوي في نفسي فهذا من التكبر والتغطرس الذي نهينا عنه شرعا نعم. آه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو وهم يتمنون لقاء العدو م. ويستدعونه إلى أرض المسلمين وضع المسلمين من الضعف والتفرق الذي لا يخفى على أحد يعني أن العالم إذا جاء لحربنا في أرضنا ماذا ستكون النتيجة؟ سيستأصلون سيكسرون شافة المسلمين ويستأصلونه ونحن لا نملك الحد الادنى من القدره على مواجهته، <applause> اذا نحن نرتكب محرما في ماذا؟ في استئصال شأفة المسلمين وقوتهم. <applause> آه هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التدرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل قريش <applause> لم يبدأ بقتال العرب في الجزيرة العربية الا بعد أن آه قام بصلح الحديبية، <applause> بعد أن حرر الجزيرة العربية كلها آه بعدها قاتل الروم في حالة واحدة وهي الرد على قتل الرسول الذي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حاله خاصه، ولم يبدا بقتال الفرس الا ولم يبدا بقتال الفرس الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فهذا التدرج مطلوب منا شرعا ويحتاج معه كثير من التخطيط. وليس مثل الذي يجلس في فم الاسد ويقول ساجعل نفسي طعما له. لماذا؟ حتى امسكه. لا انا صديقي سيمسكه، وصديقه خاف يتركني وياكلني. نعم. انتبه إلى هذا المثال صديقي جرذ خائف يترك الأسد يأكلني ثم هو يهرب آه والأهم من كل ما سبق أنهم يجعجعون بمقارعة العالم وهم يختبئون كالجرذان والأسوأ من هذا وذاك أنه عندما يأتي العالم لحربنا كما حصل في العراق وغيرها نجدهم يتبخرون ولا نجد لهم اثرا وحتى لا نجد من سنحاسبه، لماذا؟ لان ابو ابو فرقاع المرقوعي وابو صقعه المقلوعي لا نعرف من هو ولا نعرف ارتباطه ولا نعرف اسمه ولا نعرف دينه ولا نعرف جهاز المخابرات الذي يتبع له، فيتبخرون كلهم، لماذا؟ لانه يجعجع على نيه التبخر ولا يجعجع على نية الجهاد والاستبسال حتى يستشهد في سبيل الله، نعم سيدي ما علاقة فقه الاستطاعة بفقه الأقليات؟ أخي بالنسبة لفقه الأقليات، الأقليات إذا كانت ذهابه إلى دار الغرب جائز شرعاً يعني يوجد ضرورة وهذه الضرورة هي إذا لم تستقبله أي دولة في العالم الإسلامي فأصبح وجوده هناك مباح اذا يجوز له ان يعمل بفقه الاستطاعه. فقه الاقليات. نعم، مم. لماذا؟ لانها رخصه. مم. والرخصه يستفيد منها من كان سفره مباحا. مم. لذلك عندنا في القاعده الفقهيه ما بني على باطل فهو باطل. باطل. آه. وايضا في القاعده الاخرى الرخص لا تناط آه بالمعاصي. نعم. وفي لفظ آخر الرخص لا تستباح بالمعاصي فإذا كان وجوده في الغرب أو وجوده في العالم الغربي غير مبرر شرعا وليس له مستند شرعي إذا لا يجوز له أن يستفيد من الرخصة ولا يجوز له في هذه الحالة أن يستفيد من فقه الاستطاعة <applause> آه سيدي يعني بعض الحكومات يعني الإسلامية والعربية وغيرها تتقاعس عن نصرة المسلمين في بلاد الشام وتقول لا أستطيع فما رأيكم يعني توظيف فقه الاستطاعة في هذا يعني عندما يودي سيفا لقاتلنا أو يقبل وجنتيه أو يدعو له بالنصر فهذا هل تسميه يدخل في فقه الاستطاعة لا يدخل الكلام في هذا الأمر يكون في شقين الشق الأول أن نصرة المسلم بالممكن واجب شرعا على كل المسلمين شعوبا وحكومات إذا قصرت الحكومات يجب على الشعوب وإذا قصرت الشعوب يجب على الحكومات أن ترعي شعوبها للتحرك <applause> ونعد في هذا هؤلاء الذين تقاعسوا على نصرة أهل الشام بما وعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من امرئ يخذل امرئا مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه ينتقص فقط ينتقص لا. وليس ينتهك عرضه لا. إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته وما من مؤمن ينصر امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب الله فيه نصرته في يوم من الايام ذبح المسلمون في البوسنه، ذبحوا في الشيشان، نحن في سوريا لم نشعر بهم. شيء طبيعي ان العالم الان لا يشعر بنا، لكننا نقول لاولئك الدول ولذلك العالم الذي يقف مع قاتلنا انتظروا يوما ليس مني، انا لا اهدد لكن من النبي صلى الله عليه وسلم. من الله سبحانه وتعالى. وعندها سنكون مشغولين بحروبنا فلن نستطيع ان ننصركم. جزاكم الله خيرا نسمع هذه القاعدة سيدي إذا ضاق الأمر اتسع فما معناها وهل هي داخلة في فقر الاستطاعة آه القاعدة هذه هي مرادفة للقاعدة المشقة تجلب التيسير آه المشقة تجلب التيسير هي متعلقة بالضيق كلما ضاق الأمور اتسعت تمام وكلما اتسعت ضاقت اما قاعده فقه الاستطاعه هي متعلقه في عدم امكان الفعل بالمره وعدم استطاعه الفعل فليست مشقه وليست تضيق هو انسداد كامل تمام فهي يعني يمكن ان نقول قبل او اضعف من قضيه عدم الاستطاعه بعض الناس يتذرع في زماننا وللاسف بعدم الاستطاعه يترك الواجبات يعني مثلا يترك الجهاد ويتذرع المشقة تجربة التيسير فقه الاستطاعة أنا لا أستطيع لماذا لا تستطيع سأموت إذا جاهدت لا سنحضر لك جهاد جديد إن شاء الله يكون في برافانات وتأخذ الحور العين قبل ما توصل لأرض المعركة وما تموت فيه ونعطيك وعد أني ما تموت هذا غير ممكن هذا يجب أن ندرك هذا الأمر بعض الناس يترك بلاد المسلمين متذرعا بعدم قدرته على البقاء no. في بلاد المسلمين أه طيب نسأل هؤلاء أنت واجبك أن تبني أمتك no. هل يمكن أن نبني أمة عن طريق اللعب بالبلاي ستيشن, مثل بالبلاي ستيشن مثلا mm -hmm. ان شاء الله نؤمن لك ان شاء الله بلاي ستيشن تتحكم فيه بالعالم الاسلامي يزيل الفراعنه الموجودين في الامه الاسلاميه ويزيل الاحتلال الموجود في الامه الاسلاميه عن طريق فيسبوك، سيؤمنه لك مارك قريبا في فيسبوك او في تويتر او في غيره، لا هذه مسؤوليه ستتحملها على ارض الواقع. آخر, اخر يتركون الدعوه هم في الغرب يترك الدعوه، ما عذره في ذلك خوفا على التضييق عليه في عمله. طيب اذا لم تكن على قدر الحمل الذي القيته على عاتق نفسك بالجلوس في هذا في الغرب أه هل تتوقع من الغربيين ان ياتوا ويقبلوا قدميك ونقول ارجوك ادعونا الى الاسلام ولن نطردك من وظيفتك لا انت تحملت مسؤوليه إذن يجب ان تقوم عليها أه الاسوا من ذلك الذين يستسلمون للعدو تحت دعوه ماذا تحت دعوه عدم القدره على قتاله هل تتوقع ان يخرج عدوك من ارضك دون قتال ويقول لك انظر خذ حرر بلادك ونحن لن نقترب، هذه الاشياء الهلاميه والوهميه والاوهام هي خارج فقه الاستطاعه، لان هذه الدعوه يقتضي منها حرب عدوك لك والله اعلم. نعم سيدي في الواقع السوري يعني كيف نستفيد من فقه الاستطاعه؟ يوجد لدينا جانبان. الجانب الأول هو الفرد وتقواه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم استفتي نفسك البر مطمئن إليه القلب واطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في القلب وتردد وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك كنت سأسأل فعلا نعم. عن ضابط فقه الاستطاعة نعم. من الذي يقدره الشخص نفسه أو الجهة؟ هذا ضابطان إذا وجد فينا سواء في سوريا أو في غيرها فيني وفيك وفي كل إنسان إذن سنستطيع أن نطبق فقه الاستطاعة بشكل صحيح أه تقوى الله هذه تتعلق بك شخص والرجوع إلى طلبة العلم في كل قضية تعرض لنا ما أجي أتصرف شغلة ما عرفتها ما أجي أتصرف من عندي من أهوائي من هواي وأمشي لا أرجع إلى طلبة العلم وأبحث عن طلبة العلم الذين يثقوا بدينهم وعلمهم <applause> وفي هذه الحالة تكون مسؤوليات أكبر على طلبة العلم أن يتقنوا فقه الاستطاع فقه الواقع نعم فقه الواقع وفقه الاستطاع بناء عليه نحن عندنا بناء. ضعف في كل أنواع الفقه للأسف صح. نحن محتاجين إلى أن نتقن هذه الأمور حتى لا نكون سببا لدخول الناس إلى جهنم والعياذ بالله تعالى بسببها نعم سيدي نعود للسؤال يعني في واقعنا السوري ماذا تنصح يعني في حتى نستفيد من فقه الاستطاعة ونفعله في واقعنا يعني الأحلام كبيرة والقدرات كما تعلمون الضابطان السابقان أن نتقي الله سبحانه وتعالى كل واحد في نفسه لا يبحث عن ما تهواه نفسه ولكن يح يبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى في دينه وأن نرجع إلى طلبة العلم وعلى طلبة العلم ان يتعلموا فقه الاستطاعة بشكل دقيق وصحيح حتى لا يلقوا بانفسهم الى التهلكة ولا يلقوا بالمسلمين الى التهلكة. ويوازنوا بين الاحلام وبين بين القدرات والواقع. نعم. جزاكم الله خير دكتورنا حياكم الله. بارك الله فيكم. وانتم اعزائي المشاهدين اشكر لكم حسن متابعتكم وعلى امل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الثورة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير دكتور حياكم الله